والسؤال منين جاء اطلاق النار؟ هذا اللي مش واضح في بلاغ وزارة الداخلية، لأنه يبدو أنه ثم مصدر آخر أطلق الرصاص. مصدر أمني. مصدر أمني أو بو بالتأكيد مصدر أمني، لكن هل مصدر أمني هذا تابع الأمن التونسي وإلا تابع للأمن الدولة؟ يعني أمن السفارة. دولة. لأنه داخل السفارة. دولة البرازيل. طبعًا داخل السفارة. فما اعوان وفما ضباط امنيين يعرفوا سيد احمد اللي هذوكم معناها مهمتهم حمايه السفاره مقر السفاره داخل المقر مش خارج المقر. حدودهم ابواب السفاره يعطيك صح هو الحد نتاعهم الباب. يعني العمليه الحقيقه البليغ نتاع وزاره الداخليه ما جاتش فيه برشا معطيات يعني توضح لنا على الاقل. رغم اللي حاجه باهيه انه ما قعدتش برشا باش يستوعب. باهي ممتاز. على الاقل معناتها مقارنه بالعمليات الاخرى على الاقل جا بليغ بكل السابقه تسمى معناها خرج في الوقت دون لي نورم. لكن ديما ثم حلقات مفقوده في هذا، يعني هل يعني ناخذوا بالروايه اللي قالتها وزارة الداخلية في البلاغ أنه شخص يعني يعاني من اضطرابات نفسية أو مهزوز نفسيا وإلا ثم جوانب أخرى؟ يبدو لي أنه الحكم مباشرة على أنه السيد راه مختل عقليا معناه ونقف غادي عند الفيرسيون هذيك يبدو لي سابق لأوان. احنا توا مازلنا نستناو في نتيجه التحقيقات نتاع عمليه جرم حسب ما قدمته العائله. معناتها العائله كانت تنجم تخرج للاعلام وتقول لي ما قلتش نجي دونك علاش نشكوا احنا في المعلومات. لا مش تشكيك مش تشكيك. شوف العائله وانت ارهابي. شوف الظروف الظروف اللي صارت ولكن في لا معناتها انه تتكلم وزاره الداخليه باسم العائله مهما كان شنو اللي تقال دونك صحيح. هو مش تشكيك راهو مش تشكيك في الروايه اللي قدمتها وزاره الداخليه. احنا توا هذا وزاره الداخليه مصدر رسمي كي اعطانا الروايه هذه معناها مطالبين احنا باش نصدقوا طبعا. هذه جهه رسميه لكن زاد من حقنا وطرح الاسئله الاستفسار يعني هل خضع السيد هذا لي معناها فحص طبي نفسي وتم التاكد 100% انه مختل عقليا ولا مصاب باضطرابات نفسيه؟ على خاطر راهو كي نشوفوا فما عمليات مماثله صارت في عديد البلدان في المده الاخرى في انسي في برشا مناطق في العالم والطريقه هذه طريقه معتمده من قبل التنظيمات الارهابيه هي اسلوب الطعن وطبعا اسلوب القتل متعدد عند الجماعات الارهابيه ثم معنى القتل بالرصاص ثم التفجير ثم الطعن بسكين ثم الرمي من علو ثم الاساليب اللي معناها وردت في ادبيات تنظيم داعش والتنظيمات الارهابيه الاخرى. طيب احنا معناها خذينا الروايه نتاع وزاره الداخليه لكن يعني نستناو في معطيات اكثر. علاش دبور الساعه تم استهداف امني؟ لانه الضحيه الشهيد الله يرحمه عون الامن يعني ماهوش مواطن عادي، هو يعني امني يشتغل في البوست نتاعو قدام سفاره دوله اجنبيه ويتم استهدافه هو بالذات. هنا نطرح فيه راو نطرح فيه علامات استفهام اللي انا واحد الناس ما لقيتلهاش اجوبه. و معناها لعل في الايام القادمه تجينا ربما تطلع معطيات جديده على خاصه هويه هذا الشخص والدوافع اللي خلاته يرتكب هالعمليه هذه. وراه مازلنا نستناو الى حد الان في التقرير النهائي لعمليه جربه.